ونعود للموضوع السابق الحياة في حديث المعراج عندما أطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع سيدنا موسى. كيف لا كيف بارك الله فيك الأمور الغيبية خذوها قادم والسريح لا كيف في المغيبات وحسبك أنك تصرف تقول كيف غيرك بلفه بدور يحكي كلام طويل بس ينتهي إلى الكلمة اللي أنت قلت عنها كيف لا كيف في المغيبات الإيمان مطلق بس بدون تكييف لأنه عالم ما وراء المادة كما يقول اليوم ما وراء العقل ليس ما يقاس عليه حياتنا هذه المادية والعكس بالعكس أيضا.